بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. متابعينا الكرام عبر قناة الجري تي في اليوتيوبية، أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات الجري تي في. طبعا أول شيء أحيي جميع المتابعين في مصر وفي الوطن العربي العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية خاصة لجميع الزملكاوية المقيمين خارج مصر والمصريين. طبعا في هذا البث المباشر يحضر بجانبنا شخص أهلاوي، لكن هو طيب 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 جدا وأنا أحبه، لكن مشكلته أنه أهلاوي وإن شاء الله يتعالج قريبا ويصبح زملكاويا. تحياتي لأحمد النقيب. اليوم مواضيعنا مواضيع مختلفة إن شاء الله. أول شيء مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العرب وإيجابياتها وسلبياتها، ثم بعد ذلك سنتطرق إلى انتخابات نادي الزمالك القادمة، ثم بعد ذلك سنتطرق إلى تحليل مباراة الزمالك والمقاولون العرب. تابعنا جميعا مشاركة مصر في كأس العرب الأخير المقامة في قطر مؤخرا، وخرجت من الثمن النهائي على يد أو النصف النهائي على يد الشقيق التونسي. المتابع لمصر خلال السنوات الماضية سيلاحظ أن مصر ليست مصر التي تعودنا عليها، ذلك المنافس. صحيح أنها وصلت إلى النصف النهائي، صحيح أنها قابلت البطل الجزائر وتعادلت معه، صحيح أنها تصدرت المجموعة، لكن المنطق يقول أن مصر لم تقدم ثلث ما كانت تقدمه أيام حسن شحاتة وأيام محمود الجوهري وأيضا أيام المدرب براد الأمريكي. ما كان يقدمه براد أفضل مما كان يقدمه كروش. أفضل مباراة لعبها الآن مع مصر هي المباراة الأولى مع ليبيا، ثم بعد ذلك مع الجزائر. التعنت الذي يصاحب الجهاز الفني في نادي أو في المنتخب المصري باستبعاد طارق حامد، بإجماع الكل المحايدين، أنا لا أتكلم عن الأهلاوية الذين لا يفقهون في معنى الكرة، بل هم يتحدثون بميولاتهم، بالميول أنهم أهلاوي خلاص، إذن طارق حامد ليس مهما في المنتخب. أنا أتحدث من باب المنطق، من باب ما قاله المحللون أكانوا في مصر أو خارج مصر. الجميع اتفق إلا الجهاز الفني في المنتخب المصري، الجميع أيقن إلا الجهاز الفني في المنتخب المصري، الجميع يعرف إلا الجهاز الفني في المنتخب المصري أن وجود طارق عامل أساسي في عنصر أساسي في المنتخب المصري. طارق حامد يعتبر من أجود وأفضل اللاعبين في خط الوسط بشكل عام في أفريقيا، وفي مكانه بشكل خاص في أفريقيا. لن تجد لاعبا عربيا أو أفريقيا يقوم بالأدوار التي يقوم بها طارق حامد. أنا تحدثت سابقا لماذا طارق حامد مميز. طارق حامد مميز لأنه يستطيع أن يلعب وحيدا من دون أن يساعده أحد في هذا المكان.
بخلاف باقي اللاعبين الذين يلعبون في مكانهم. أيضا لماذا أقول طارق حامد مهم؟ طارق حامد لأنه 90 دقيقة وهو يحفز زملائه باللعب، أكان في حالة الفوز أو في حالة الخسارة. لماذا أقول طارق حامد مهم؟ لأن طارق حامد 6 سنوات في المنتخب يلعب أساسيا ويعرف ما المطلوب منه. لماذا أقول طارق حامد أساسيا؟ لأن العاقل يقول، لأن المنطقة يقول بأن طارق حامد لابد أن يكون أساسيا. وما قام به رغم هذه الهجمات التي يقوم بها الإعلام الأهلاوي والجمهور الأهلاوي، إلا أنه أثبت في مباراته الأخيرة ضد المقاولون العرب أنه المعادلة الصعبة في الدوري المصري. هذه هي الحقيقة. ولنكن منطقيين، مصر افتقدت إلى اللاعبين المحترفين في كأس العرب، لكن هذا لا يعني أن مصر لم يكن لديها عناصر مهمة تستطيع من خلالها أن تحقق لقب كأس العرب. مصر ولادة، ومصر عرفناها من الحراسة للدفاع لخط الوسط للهجوم، من أفضل المنتخبات الأفريقية والعربية إنتاجا للمواهب في جميع الأصعدة وأيضا في جميع الخطوط، أكان في الدفاع أو المنتصف أو الهجوم أو حتى في حراسة المرمى أو حتى في المجال الفني. أنا كنت من مؤيدي أن حسام حسن أو أحمد حسن يمسك المنتخب ويدرب المنتخب، لكن اختيار كروش كان منطقيا حقيقة لخبراته، ولكن كان لابد أن يعي بأن هناك صنفان زملكاوي وأهلاوي، لابد أن يعي. الصنف الأول يلعب من أجل المنطق، يفكر من أجل المنطق، والصنف الثاني يفكر من أجل الميول. ما هي مكتسبات المنتخب المصري في كأس العالم؟ من أهم مكتسباته والتي سيخالفني عليها الجميع مروان حمدي. حقيقة مروان حمدي مكتسب حقيقي في خط الهجوم للمنتخب المصري. الكل ربما أو الأغلب سيخالفني، ولكنني أنا مقتنع بأن هذا اللاعب بعد عدة سنوات سيكون أحد أبرز المهاجمين في مصر أو في أفريقيا بشكل عام. وتذكروا هذا الكلام مثل ما قلت لكم أن إمام عاشور سيكون أيضا من أهم المواهب في مصر. أيضا من مكتسبات المنتخب المصري أحمد رفعت، حقيقة أدى مباريات جميلة كلما دخل بديلا. أيضا من مكتسبات هذه المنتخب المصري من هذه البطولة فتوح يعتبر نجم حقيقي في البطولة، وكان من المفترض أن يكون من الثلاثة الأوائل لأفضل لاعب في البطولة. عذر. هذا فيما يخص المشاركة المصرية. خط الدفاع كان مميزا حقيقة، والمنتصف كانت عليه علامات استفهام كثيرة وخصوصا استبعاد طارق حامد. أما الهجوم كانت هناك بدائل عديدة للمنتخب المصري كان لابد أن يستثمرها بالطريقة الصحيحة. لم نرى مصطفى فتحي بمستواه، ولكن أنا ضد الذي يقول أن مصطفى فتحي محلي، لا، مصطفى فتحي يمر بعدم ثقة، ولكن في قادم الأيام إن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون أيضا من العناصر المهمة في المنتخب المصري. رأينا أيضا استبعاد طارق حامد عن التشكيلة المبدئية
للمنتخب المصري في أمم أفريقيا، وأنا أقول لكم من الآن من الآن من الآن، عدم وجود طارق حامد أي أن مصر ستخرج من الدوري الأول أو على الكثير من الدوري الثاني، لأن طارق حامد هو الوحيد الذي يستطيع أن يحتك بصورة مثالية وقوية مع لاعبي أفريقيا. وإن شاء الله إن شاء الله، ما أنا أقول أتمنى التوفيق للمنتخب المصري، وإن شاء الله يكون كلامي غير صحيح ونرى مصر مرة أخرى في منصات التتويج. نذهب الآن إلى سنترك انتخابات نادي الزمالك ونذهب إلى تحليل مباراة أمس. ربما يتفق الجميع أن أفضل مباراة قدمها كارترون مع الزمالك هي مباراة الأمس. مباراة الأمس كان نادي الزمالك في أوج عطائه، واللاعبين كانوا في أحسن أو كانوا جيدين وكانوا في الموعد، ونتمنى أن يستمر هذا النمط المتصاعد في المستوى. الواحد يسأل ما الذي اختلف؟ اختلف هو وجود شخص بجانب كارترون فاهم نادي الزمالك بكل عناصره وبكل مكوناته، هذا الذي فرق. ثانيا الواضح جدا أن نادي الزمالك والجهاز الفني خلال فترة التوقف اعتمد على تطوير الحالة البدنية للاعبي نادي الزمالك، وهذا الذي اتضح بخلاف ما رأيناه فقط مع سيسي، ونحن نعذر سيسي لأنه راجع من إصابة طويلة وأدى شوط مثالي جدا، وأنا أتوقع سيكون إضافة كبيرة جدا لنادي الزمالك، وأتمنى فقط منه أن يهتم بالعامل البدني ويخف من الوزن، شوية وزنه زايد، لكن مع التمارين ومع الوقت سيكون هناك إن شاء الله في وزن مثالي بإذن الله تعالى. النقطة الأخيرة فيما يخص، قبل أن نذهب إلى النقطة الأخيرة علينا أن نتحدث عن الحالات التحكيمية. لا أريد أن أطيل، أهم شيء أننا حققنا الثلاث نقاط، لكن هناك صياح في بعض المواقع يظنون أن طارق حامد كان يستحق الطرد، لكن تغاضوا عن طرد لاعب المقاولون العرب عندما تدخل على إمام عاشور، كانت تستحق الطرد حقيقة، الطرد المباشر وكذلك ضربتي جزاء، ولكن الحمد لله استطاع نادي الزمالك أن يحقق المطلوب ويحقق ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده وترتيبه في جدول الترتيب. وبإذن الله تعالى كما قلت لكم الزمالك هي فقط كانت كبوة جواد، وبإذن الله تعالى سيحقق الدوري، وإن شاء الله موعدنا آخر الموسم. النقطة الأخيرة انتخابات نادي الزمالك. أنا فقط أوجه رسالة للجمعية العمومية التي من حقها أن تنتخب الرئيس. أنا فقط أريد أن أوضح لكم نقطة، ما الغرض الذي يريده ممدوح عباس لكي يعترض على الانتخابات؟ هل يريد أن يترشح لرئاسة نادي الزمالك؟ لا، وهو يعرف ويعلم أنه إذا ترشح فلن يقبله أحد، لكن هو يريد أن يصفي حسابات شخصية على حساب نادي الزمالك. وهنا أنا أوجه رسالة للزمالكاويين الذين يؤيدون هذا الشخص وإن كانوا قلة، ولكن
إن كنت تحب نادي الزمالك الآن الانتخابات فتحت، وممدوح عباس بإمكانه أنه يترشح، حاله من حال مرتضى منصور. إن كان على حق سينتصر، وإن كان على باطل فالعكس صحيح. ولكن أن تؤيد مثل هذا الشخص وتؤازره وتقف بجانبه وهو همه ليس نادي الزمالك، يكذب عندما قال احتراما ل110 سنوات، يكذب، لأنه لو يحترم هذه السنوات كان تقدم ونافس مرتضى منصور كالرجال في الانتخابات، وليس بتعطيل الانتخابات وتعطيل استقرار نادي الزمالك. إن كانت تهمهم مصلحة نادي الزمالك أنا أنصحه بأن يترشح لرئاسة نادي الزمالك ويقف ندا ضد مرتضى منصور ويخلصنا منه. أما أنه يعترض من أجل مصالح شخصية وتصفية حسابات فهذا لا يرضاه الزملكاوي الذي يحب الزمالك بصدق. وأتمنى من الجميع أن يقف ضد هذا الشخص وضد ما يسعى إليه. هذا أداة من أدوات العصابة يريد أن يوقف مسيرة نادي الزمالك بعد رجوع الإدارة الشرعية لرئاسة النادي. في النهاية أتمنى لنادي الزمالك التوفيق، وأتمنى كل السعادة والفرح لكل الزملكاوية ولكل المصريين بشكل عام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم، في أمان الله.